بتعمل ايه هنا؟ كنت جاي اطمن على امين بعد ما عرفت اللي حصل. طول عمرك حنين يا مراد بيه. اه صحيح، مبروك. ولو اني اول مره اشوف عروسه حامل قبل ما تتجوز. ما هي الدنيا كده مليانه عجايب. ويا ترى قلت له اللي في بطنك ده ايه بقى؟ انتفاخ؟ والله دي حاجه بين راجل ومراته. بس ما تقلقش، سيرتك لسه ما جاتش. ما تقدريش تجيبي سيرتي في اي حاجه. انا اقدر اعمل كل حاجه في الدنيا، بس كل حاجه بوقتها. هتيجي زي ما وعدتك. المهم ان انت ضيفنا دلوقتي انا وجوزي. تحب نضيفك بايه؟ تشرب شاي؟ أقر وأعترف أنا الموقع أن أمين فتحي المناويشي فوال هو ابني الشرعي. هاتي الجواب. على جثتي. هاتي الجواب ده بقولك. بقولك على جثتي، أنت إزاي تدخل هنا؟ الجواب ده لقيتيه فين؟ الجواب ده لقيتيه فين؟ أنت إيه اللي دخلك هنا؟ أمين يعرف حاجة عن الجواب ده؟ لا ملحقش. لقيتيه فين وامتى؟ لقيته قبل الحادثه بكام يوم، وبعدين لقيته مطرح ما لقيته. هو تحقيق؟ مش كده اتجوزتيه؟ لا، انا لقيت الجواب بعد ما اتجوزته، ولازم تمشي من هنا دلوقتي حالا، لان لو اي حد جه الدنيا هتتطربق عليا وعليك. ما قلتيش ليه الامين على جواب مهم زي ده؟ عشان حصل لي زي ما حصل لك كده بالظبط. اتخضيت، كنت عايزه استوعب الموضوع. وبعدين امين حصل له اللي حصل له، ما كانش ينفع اقول له، ما كانش ينفع اي حد تاني يعرف، علشان انا ما تاذيش لاني مش قدهم. يعني هو امين اللي قدهم؟ لا، بس امين صاحب حقي يا حبيبي. انا هنا مجرد واحده شغاله في اللوكاندا. لا ما تقوليش على نفسك كده، انت مراته، حقه يبقى حقك، وبالذات بعد ما العيل ده يجي. اللي انت بتقولي عليه ابنه هيبقى حق امين وحقك وحق ابنك، مش كده؟ سبق وقلت لي قبل كده ان انا لو اذيت امين انت هتاذيني. انا دلوقتي اللي بقول لك يا فؤاد، لو اي حد عرف الموضوع ده قبل ما امين يقوم على رجله، امين هيتاذي. ومش بعيد يكون اللي حصل له ده مقصود. مقصود يعني ايه؟ حد حاول يقتله؟ وليه لا؟ ما هم قتلوا البت الغلبانه عشان حته سيخه. امشي يا فؤاد دلوقتي. امشي دلوقتي. ماشي يا ورد، انا هسيب لك الجواب، بس كويس قوي ان انت فاكره وعدي. حسك عينك تفكري تاذي امين. عالي هيشت يا امين. ما هو الواحد لو شاف الكلام ده في فيلم سينما مش هيصدقه. بس انت لما تقوم وتقرا الجواب هتصدقه. يا انت طلعت كبير اللوكاندا وانا بشتغل عندك، وطلعت بحب اختك. ما هي نازلي اختك، والكلب اللي اسمه رد ابن عمك. أمين، أمين أنت سامعني؟ أمين، أمين أنت سامعني؟ أمين، نازلي، نازلي حبيبي نازلي.
نظم ايه كل ده نوم؟ يلا قومي بقى. حرام عليك يا مراد، ايه النور ده كله؟ انا طلبت الفطار هنا ومش عايز افطر من غيرك. اهون عليك يعني انزل الشغل من غير ما افطر معاكي؟ لا يا سيدي ما تهونش. طيب انت هتعملي ايه النهارده؟ زي كل يوم يعني هعمل ايه؟ طيب انا عندي فكره، ايه رايك انا وانت نروح نتغدى بره؟ لا بلاش النهارده، خليها يوم تاني. النهارده ده تسكين هتاخد امين للدكتور، وعلى ما يرجع وهيبقى معاد الغدجي، وانا عايزه اطمن على امين. يعني هتفوت علينا فسحه وغدوه حلوه علشان دادا وامين؟ لا مش هفوتها علينا، هاجلها بس. طيب انا عندي فكره تانية. بدل ما انا وانت نروح نتغدى بره، انت تغدينا هنا، ايه رايك؟ يلا. ألف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. بارك الله قبلك بالسلامتك. يقوموا لك بألف سلامة يا رب. ربنا يخليكي. مش كفاية عليك إنك بليت الشربات؟ كمان هتشيل الصينية وتلف علينا واحد واحد؟ ده أنا هلف على أسوان كلها. من كتر ما أنا فرحانة مش عارفة أقعد. اتفضل. تسلم إيديكي. يلا يا جماعة، اللي خلص يروح على شغل، مش عايزة أحس بأي بطء في سير العمل. إيه مش محتاجة مني أي حاجة؟ لا ربنا يخليك، أنا هطلع فوق الهوان وانزل على طول. طيب وأنا هتابع سير العمل. حلو سير العمل دي صح؟ آه والله أنا مصدق إن قعدت طول الفترة دي مش داري بالدنيا. لا مش داري بالدنيا ومنشف دمنا، عمالين نعمل عليك في ورديات. إيه الحاجات اللي أنت حكيتها وأنت في الغيبوبة دي؟ أنت قلت مصايب. بجد؟ وانا قلت ايه؟ ما تصدقيش دي التخاريف كلها. خلاص يا عبيط ما تبقاش خفيف. بقولك في غيبوبه يعني في سبع نوم، هتتكلم ازاي؟ كبت عليا قوي يا امين، ده انا كنت هموت من الخوف عليك. بعد الشر عليك يا ورد. بجد يا ورد. ما تعملش كده تاني بقى، انا وابننا محتاجين لك. يا ورد ده؟ انا اول مره اشوف الحب ده كله في عينيكي. ما انت نظرك ضعيف زي امك. على فكره امك دي اكتر واحده في الدنيا كانت قلقانه عليك، وكان هيجرى لها حاجه بسبب رقدتك. مش لوحدها. بص بقى يا امين، امك حرمتني منك طول الفتره اللي فاتت، وكانت بتخليني ازورك بمواعيد. هي صحيح لانت معايا حبتين، بس برضو حضن مراتك اولى بيك، وانا محتاجه لك. انا كمان يا ورد عايزك جنبي طول عمري. صحيح يا عبيط، انت ازاي تروح تنظف النجف من غير ما تفصل السكينه؟ مين قال لك كده يا علي؟ وانا اول مره انظف النجف فصلت السكينه طبعا. نام وانا بكلمه. فؤاد اوعكم جبت له سيره حاجه. لا ما قلتلوش، بس لازم اقوله. لا ما ينفعش تقوله، ما انت سمعت بنفسك الدكتور قال لا ينفع يسمع حاجه تفرحه ولا حاجه تزعله. وانت ما سمعتنيش لما قلتلك دلوقتي ان انا ما قلتلوش حاجه؟ بس هقوله لانه لازم يعرف. ما هو لازم يعرف، بس احنا لازم نتفق سوا هنقوله ايه عشان ما يصدمش. قلبك كبير قوي، شايفاه يعني عايز اصدم؟ صباح الخير. صباح النور. الحمد لله على سلامه امين. الله يسلم حضرتك يا فندم. عن اذنكم حطي له ورده فازه حلوه. هو نايم؟ مريح شويه، بس حضرتك تقدري تدخلي طبعا. لا 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 سيبيه يرتاح. نصيحة انا باجي له وقت تاني. الحمد لله الحمد لله، ربنا استجاب دعائي. الف مبروك، ده احلى خبر سمعته بقالي كتير قوي. ربنا يخليكي، انا كنت عند حضرتك كنت جايبه لك شربات بس ما لقيتكيش. شفتي بقى القلوب عند بعضيها. طبعا مع اخوكي. ربنا يخليكي تعيشي وتهدي. عن اذن حضرتك. عن اذنك. حتى لو جبنا المغني اللي انت بتقول عليه ده يا احسان، حجم الاشغال عندنا في ليله راس السنه ما يخليناش نقدر ندفع المبلغ اللي هو طالبه. يا اسمه هانم، انا اقصد ان حتى لو الموضوع ده هيخسرنا دلوقتي هيبقى مكسب لينا قدام، وهتبقى اكبر دليل ان الجراند اوتيل رجعت فيه الحياه تاني. احسان احنا مش في حمل اي مصاريف ماديه في الوقت الحالي. فكرتك حلوه بس مكلفه، بعدين مش مضمونه 100%. بالظبط يا هانم، ده اللي انا قلته.
طيب حضرتك شايفة ايه؟ نلغي الحفلة. فعلا؟ اه طبعا، احنا مش حمل المصاريف دي دلوقتي خالص. احنا كده نبقى بنزود المشكلة. نقلل العمالة. جراند اوتيل يا هاني معروف ان هو اكتر اوتيل بيدفع اجور للعمال والخدم، وده في الوقت الحالي بقى عيب علينا. انت بتقول ايه؟ دي اكتر حاجة بتميزنا عن باقي الاوتيلات، احنا بنلاقيهم على الفرازة. اسمع تاني، ما انا مش بقول ان احنا نغيرهم بعمالة تانية، انا بقول نقللهم علشان نوفر. هو مش طبيعي ابدا انزل مطعم الاقي الخدم اكتر من النزلة. انت عارف يعني ايه تسرح عمالة من عندك؟ يعني الناس دي لما تروح اي مكان تاني ويسالوهم انتوا سبتوا جراند اوتيل ليه؟ هقول لهم عشان خاطر بيسرحوا العمالة عشان عندهم ازمة مادية. دي لوحدها كفيلة تطلع علينا 1000 اشاعة، والاشاعة تخلينا نقفل بكرة الصبح. عندك حق. عنده حق. طيب أنا عندي حل. نازلي هانم جت وقطعت كلامنا آخر مرة ولسه الكلام مخلص. لا محدش قال إنه خلص، ده لسه بيبدأ. بدل ما تخاف مني وتخاف على صاحبك مني، من باب أولى تخاف من اللي عمل فيه كده ورفع سكينة الكهرباء، ولا كنتش فاكر إن أنا اللي عملت كده في قلبي؟ لا أنت مش بالغباء ده. وليه ما تقولش إن أنا حسبتها صح؟ أمين يروح فيها وابنه يجي يورث وأكون أنا اللي قشيه؟ أنا قلتلك أنت مش بالغباء ده. وما انت نبيه قوي كده، تفتكر مين اللي عمل كده في امين؟ واحد عارف السر اللي في الجواب، ومن مصلحته انه حال اللوكان ده يفضل زي ما هو ما يتغيرش. ولو قلت لك بقى ان اللي عمل كده لا كان في اللوكان ده ولا في البلد كلها وقت اللي حصل، مين؟ مربي؟ هو في حد غيره؟ مفيش حد له مصلحه في عيله حفظ غير مربي، لان لو الجواد ده طلع هو هيطلع من المولد ده لحمص. انت حاسباها كويس قوي. مش انت لسه قايل ان انا مش غبيه؟ طب هو مراد بيه عرف اللي موجود في الجواب ازاي؟ عرف اصلا ان في جواب منين؟ وانتي لقيتي الجواب فين؟ طلع لي في البخت. نازلي بجد انا مش مصدق انك عملت كل ده علشاني. الشركسيه اللي بحبها. ايه اللي مش مصدق؟ يعني انا وقفت ساعتين في المطبخ اعمل لك الشركسيه دي وبعدين تيجي تقول ان انت مش مصدق؟ لا ده انا اللي ظبطت مقاديرها بنفسي. يعني لا انا مش قصدي كده، انا قصدي مش مصدق من الفرحه. ايه ده؟ ايه مش عاجبك؟ بالعكس انت كده اتدبستي خلاص، عشان مش عارف اكل من اي حد تاني غير من ايديكي وبس. مش الدرجه دي، بس انا كل اسبوع هتعلم ازاي اطبخ صنف جديد. انا بحبك. نازلي معلش ممكن تساعديني في حاجه جديده عايز اطلعها، بس ادي فيها شويه 65. عامله ايه مرات؟ انت لو قعدت على الحال ده على فكره هتعلن افلاسك، انت عارف كده؟ ده الخاتم اللي كان نفسك فيه، بس ما كنتش لاقي فصل اللي عاجبك. بصيت عليه وجالي النهارده الصبح. حلو قوي الشركسية. حلو قوي. الهنا والشفا يا حبيبي. عارف يا أمي نفسي في إيه؟ إيه يا حبيبي؟ نفسي تبقوا حواليا كده أنت وورد في الحالة اللي أنا فيها دي، يعني من غير ما أحس بأي تأنيب ضمير. ما قالتلكش هي إن أنا كنت بسيبها تيجي تقعد جنبك بالساعات وأعصر على نفسي ليمونة عشان أبلاها؟ ما قالتلكش الكلام ده. قالت لي والله والدنيا ما خدتش ساعي. أنا عارفة أنت بترمي على إيه. هتموت تقعد معاها في أوضة واحدة صح؟ مش ده اللي أنت عايزه؟ عادي يعني امي ما هي مراتي. عيب يا امين. امسك نفسك واصبر شويه لغايه ما تخف. كمان الدكتور قال ما ينفعش تقعد معاها في اوضه واحده الا لما حالتك تتحسن، ولا عايز تتنكس يعني؟ لا يا امي، هو انا عشان اقعد معاها في اوضه واحده
لازم نعمل حاجات للمتجوزين. والله ولا جه على بالي خالص. انا بس يعني عايز واحده ست تقعد جنبي تاخد بالها مني وترعاني. امال انا ايه؟ ما انا ست اهو ومراعياكم. خليها بالي منك، عايز ايه تاني؟ عرفت انت ست الكل، بس انت امي يعني، وهي مراتي، دي حاجه ودي حاجه. حاضر يا امين. ربنا يخليك كده. مش الليله دي، الليله دي هتبات هنا بكره ان شاء الله. على مهلك. اوضه ولا اوضه البرنسيسات اهي؟ لا اوضه البرنسيسات احسن شويه. بتبطري انت، كنت حتى تحلمي؟ لا يا ماما دي برضه بتهزر. ما بحبش الهزار ولا اللي بيهزروا، واللي عايز يهزر يهزر بعيد عني. حقك عليا ومتشكره كمان. عايز ايه على الغدا؟ هو يعني لو حتى لقمه بدق انا بالنسبه لي هتبقى عامله زي الخروف. يا سلام، ومالك مبسوط قوي كده؟ ما انت سبب الانبساط ده يا امي. بقول لك ايه، زي ما قلت لك حس. ماما ست الكل سكينه. حاضر، مفهوم. ايوه مفهوم. ورد بس متانه ما عايزاك. حاضر مش هتاخر عليك. تفتكر عايزاها في ايه؟ وانت مالك؟ الله، مش الدكتور قالك ما تشغلش بالك بحاجه؟ ارتاح انت ومالكش دعوه بحد. انا هشغل لك الراديو تسمع شويه مزيكا. ايه ده؟ كمان هتسيب لنا الراديو بتاعك؟ ما يغلاش عليك، بس ما تخليش البنت دي تيجي ناحيته، ده احسن تلعب فيه تبوظه، وانت عارف ده كان هديه نازلي هنا. حاضر يا ست الكل. عايز حاجه؟ ربنا يخليك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. مش هغيب عليك. خدي. خير سعادتك سابق مع حضرتك لسه متزاني فلوس. ما هو ده مش مني، ده من الناس اللي هياخدوا البيبي. عايزينك تتغذي كويس، خدي. ما انا بتغذى كويس من خير حضرتك برضو. انا ما فيش حاجه ببقى نفسي فيها ما بلاقيهاش. ما اخدتيش فلوس يبقى عايزه تقولي لي حاجه. ايه؟ هو انا باين عليا قوي كده؟ في ايه؟ اصل صراحه امين كتر خيره هو قايل لزملاتنا تحت ان العيل ده ابنه، وهو بيقول لي انه ما عندوش مانع انه يكتب العيل باسمه. وبصراحه بقى ساعتها ضنايا هيتربى في حضني. هو لعب عيال؟ انت واعيه للكلام اللي انت بتقوليه؟ ولا فاكره الناس دول من مستواكي هتاخدي وتدي معاهم في الكلام؟ وكمان هتغيري رأيك فوقي. الناس دول كلمتهم سيف، لو نزل على رقبتك مش هتلحقي تاخدي عيالك في حضنك ولا حتى تشمي نفسك. فاهمة؟ كان مجرد كلام. ده ما كانش مجرد كلام، كان اتفاق ما يمحيهوش غير الدم. حضرتك اعتبريني ما قلتش حاجة. أنا هعتبر نفسي إني ما سمعتش منك حاجة. امسكي. حاضر. عن كنت هنا بتعملي ايه؟ كنت عند اسمه تاني. تعالي ورايا عايزك.
شكلك متأكد إن نازلي هنا مش هتطب عليك، عشان كده جات لك الجرأة وطلبتني هنا، ولا الشوق متمكن منك؟ تاخدي كام يا وردة وننهي كل اللي بينا ده للأبد؟ باب يتقفل وما يتفتحش تاني، عشان خلاص نفسي نفتح صفحة جديدة مع بعض، وكفاية قوي اللي كل واحد فينا عمله في التاني. وأنا عملت فيك إيه؟ حاولت أسمك؟ ولا وزيت حد إنه يقتل مراتك؟ أصل أنا متأكدة إن أنت اللي حاولت تقتل أمين. قصدك إيه؟ قصدي أنت فاهمه كويس. وأنا ليه أحاول أقتل أمين؟ غيران عليكي منه مثلا؟ ممكن تبقى غيران على حاجة أكبر من كده بكتير. سيرة المدير. لو أعرف إن أمك بعد المشكلة دي هتنقلك الأوضة الألاجة دي أنت وورد وتحللنا بقنا كنت كهربتك بنفسي. والله أنا لو أعرف كنت حاطط صابعي بالفيشة بنفسي. أنت عملت كده عبيط، وفي حد يطلع جد في النجف من غير ما يفصل الستينة؟ يوه يا علي، ابني وحياة أمي ورحمة أبويا فصلتها، هو أنت ليه مصمم أنت وورد تثبتوا إن أنا نسيت أفصل السكينة؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ مين اللي رجع رفعها تاني؟ اي حوار من الزملاء. ليه ما كانش عارف ان برده في النجف افتكر السكينه نازله بالغلط عم رفعها؟ البساطه دي. مين هيكون عايز يعمل فيها كده وهو قاصد بالعين يعني؟ طب ولو رفعها ده ما رجعش اعتذر ليه وقال ان انا اللي عملت كده؟ يمكن خايف بعد اللي حصل. ثم احنا متضايقين ليه؟ مش لسه بنقول دلوقتي؟ والله انا لو اعرف هو مين هشكره. انا اللي عايز اشكرك يا امين. ليه؟ مش مهم، بشكرك وخلاص، ما تدقش. ما انا اقول لك ايه بقى؟ امي وردة قالوا لي اللي انت عملته معايا وانا مش هنا. ما عملتش حاجة، انت اخويا. وبعدين انت عمرك ما كنت مش هنا. هو انت عامل ايه؟ انا كويس. ونزلي هانم عاملة ايه؟ خلاص بقى ما بقتش نزلي هانم. بقت مدام مربي. ايه كل ده يا نزلي؟ مش هيلحق يلبس كل ده؟ براحته، يلبس اللي هو عايزه والباقي مش مشكلة. حلوة قوي الحاجات يا نزلي. هو انت كنت رايحة تعملي شوبينج للبيبي ولا تقضي شهر العسل؟ ده أول حفيد لعيلة أدهم حفظي ولعيلة سليم بركات كمان، يعني هيتدلع آخر دلع. حلو إحساس إن أنت تبقي أمي يا أمال، صح؟ اه احساس حلو قوي، مهما احاول اوصفهولك مش هعرف. وانت حاسه ان الموضوع ده قربك لاحسان شويه؟ انا حاسه كده. انا اكتشفت ان احسان بيحبني حب متهيألي مش موجود في الدنيا اصلا. سيبك مني، احكيلي بقى انت عملتي ايه في شهر العسل؟ اتبسطتي مع مراد؟ انا مع مراد حاسه ان انا دايما في حاله انبهار، بيعمل كل حاجة في الدنيا عشان تبسطني. كنت بصحى كل يوم الصبح على مفاجأة. بس خايفة شوية. معلش ده إحساس طبيعي، هي بس عشان حياة جديدة عليكي، شوية وهتتعودي وإحساس الخوف ده هيروح. تفتكري؟ اه افتكر. الست لما بتلاقي جوزها بيحبها ومستعد يعمل اي حاجه في الدنيا عشانها وبيحاول يساعدها تطمن يا نزلي، وغصب عنها بتلاقي نفسها بتحبه، بتحسش بالامان غير وهو موجود، وده احساس اعظم من الحب بكتير. بس مش حب، مش كده؟ لا حب. انا بحب احسان قوي يا نزلي، بحبه قوي. حبيبتي انت عارفة اي حاجة تطلبيها مني انا هعملها لك، بس انا مش عارف يمشي من هنا ليه دلوقتي. خايفة يا امين، خايفة عليك وخايفة على اللي في بطني. هو حصل حاجة وانا تعبانة؟ ما حصلش حاجة معينة،
بس من ساعة اللي حصل لك ده وأنا قلبي مبهول. مش فهمت يعني، أنا مش فهم بس يعني نمشي من هنا إزاي وأنت بطنك قدامك كده وأنا بحالتي دي؟ عادي أمين، يعني لحد بس ما أولد وقف على رجلي ونطمن على المولود، وانت زكي ونبيه وهتلاقي ألف مني شغالك. طيب نفكر شوية كده وربنا يسهل. خايفة أوي. البهوات لسه واصلين من القاهرة حالا، وأنا طلبت منهم ما يفطروش في القطر عشان فطار الجراند أوتيل ملوش مثيل. ده حقيقي. اثبت لهم يا ريس صديق، وجهز لهم أحسن فطار في التراس بره. حالا. ثانيا أنا عايز الاستاف كله بكامل هيئته، علشان البهوات هيعملوا ريبورتاج صحفي كبير جدا على الجراند أوتيل. يفطروا بس البهوات الأول وبعد كده احنا تحت أمرهم. اتفضل. شكرا. ولو إني بصراحة كنت أفضل تطلعوا أوقاتكم تستريحوا وبعدين تنزلوا تشتغلوا. ميرسي يا حسن بيه، بس احنا نمنا وارتحنا في القطر. صباح الخير. صباح النور. مراد بيه، عديلي وشريكي في الاداره. الاستاذ وحيد ابو العيون الصحفي في اخر ساعه. وزميله المصور رؤوف البير. اهلا وسهلا. معلش يا مراد، انا هرمي عليك المهام الاداريه كلها النهارده، علشان انا هبقى المرشد السياحي بتاع البهوات في جراند اوتيل. يلا بينا. يلا. تمشوا من هنا ازاي؟ بتقول انها مش مطمنه وقلبها مقبوض وخايفه، عايزاها نبعد شويه بشكل مؤقت بس لغايه ما تولد وتطمن على المولود، بقى نرجع تاني. غريبه دي. علي، هو انت برضه شاكين ان الحادثه اللي حصلت لي دي متدبره؟ ما تشغلش بالك بالموضوع ده دلوقتي يا امين. المهم انت فعلا عايز تخرج من اللوكاندا؟ مش هتلاقي حته تانيه تروحها. انت مولود هنا ومتعرفش غيرها. انا عاوز ورده تبقى مطمنه بس. يعني انت لما تسيب اللوكاندا تبقى مطمن يا امين؟ يلا علي اجمع انت وامين، عندكم شغل. الصحافه جايه تصوركم وهتطلعوا في المجلات. مجلات ايه يا ريس؟ يا علي بلاش اسئله كتير، يلا غيروا يلا بسرعه. ده سر المفروض ما اقولكش لان هو ما يخصنيش انا لوحدي، مع ان انا عارف يا ريس الدين طبعا ان هو في بير، بس انا خلاص عقلي هيشت ومبقتش عارف اعمل ايه. انا محتار عشان خايف على امين، ونو بقول اني لازم اقوله، ونو بقول ان كلام ورده صح، ولو انا بيني وبينك يعني انا ما بامنش الورد دي خالص، فما بقتش فاهم منين بعد ما عرفت ان هو الوريث الشرعي للوكاندا عايزه تاخده وتمشي. بصراحه بقى هو ده اللي خلاني اجرمي كل الحاجات دي في حجرك، وانا عارف ان انت عقلك يوزن بلد. دبرني. ايوه يعني ادهم حفظي وسكينه كان في منهم حاجه،
امال انا بحكي لك في ايه من الصبح يا ريس؟ ايوه يعني كانوا متجوزين يعني؟ معرفش متجوزين ولا لا، انا حكيت لك كل اللي كان مكتوب في الجواب. انا مش مستوعب، مش عارف استوعب يا علي. في ايه يا ريس؟ هو انا جيت لك يا عبد المعين ولا ايه؟ عشان كده انا اول ما شفت الست دي وانا قلت ان جواها هم مخبيه جواها وقافله عليه بالضبط والمفتاح. ضبط ايه ومفتاح ايه يا ريس؟ هو انا بتكلم عن الست سكينه ولا جاي اتكلم عن امين؟ امين مش لازم يعرف حاجه دلوقتي، الحكايه مش ناقصه صدمات، واي صدمه دلوقتي هتجيبه الارض. ما انا عارف، هو ده اللي مخليني ساكت. نازلي لازم تعرف يا علي،